الكاتب والصحفي نجيب عبد الحق، أكيد في حياتك نساء كثيرات. مجموعة من النساء اللي كان عندهم وقع كبير في حياتي، في حياتي كشخص، في حياتي ككاتب. أي أثر للمرأة الأم على حياتك؟ أنا سنفتخر بهذه المرأة اللي أنها وقع كبير في حياتي، أمي حبيبة. تعلمت معها السينما، تعلمت معها الأدب، تعلمت معها المسرح. الأم ديالي هي أم قبل كل شيء، ولكن هي صديقة اليوم عندي. أنا أمي عندنا واحد العلاقة ديال الصداقة وديال الحب، أني تنعود لها كل شيء، تتعود لي كل شيء، وملي تتكلم معي تتقول لي أنت ماشي ولدي، أنت أخويا، أنت صاحبي. من باقي النساء اللواتي أثرن في حياتك؟ هناك مجموعة من النساء، يعني ماشي غير واحدة ولا جوج ولا ثلاثة. النساء اللي حبيت، نساء اللي حبوني، اللي قضوا معي واحد الفترة من حياتي، وأنا اليوم يعني من خلال هذا البرنامج كنوجه لهم كاملين التحية وكنشكرهم لأنهم عطوني في واحد الفترة من حياتي، عطوني مجموعة من الأشياء، عطوني الحب، عطوني الثقة، عطوني المودة. من هي امرأة حياة نجيب عبد الحق؟ مرأة حياة نجيب هي المرأة اللي تنعيش معها الآن، هي مرأة حياتي، لأنني أنا رجل حب، أؤمن بالحب. أي سحر لابنتك على حياتك؟ عندي بنتي سميتها ماي، عندها اليوم 14 سنة. الحياة ديالي تغيرت من اللي جات عندي بنت في الحياة ديالي. كنت غادي في واحد المشوار في الحياة، بمجرد ما ولدت هذيك البنت نظرتي للعالم تغيرت. لو كنت امرأة نجيب عبد الحق، ماذا كانت ستكون قضيتك الأولى؟ أول حاجة اللي نبغيها تكون مبدلة، كنت أنا امرأة ونخدم عليها، هي علاقتي مع الرجل، هي أنني نفسر للرجل المكان المهمة ديالي في حياته. ما الذي يجذبك أكثر في امرأة، الجمال أم الذكاء؟ نكذب عليك إذا قلت لك الذكاء هو الأول، الجمال هو الأول، لأنني أنا أحب الجمال. امرأة جميلة تجلبك، ولكن إذا كانت امرأة جميلة بدون ذكاء، بدون فكر، بدون عاطفة، بدون سيكولوجية مركبة وقوية، يعني ما كيكونش ملي كتحل ينكوكي فيد. هل تحرص نجيب أن تكون وسيما في عيون النساء؟ بالطبع بيان سور، انا كنحرص على ان المظهر مهم، تنحاول ما امكن انني نكون، ما نقول ماشي في ابهى الحلل، ولكن نكون مزيان، نكون مقاد، نكون لابس مزيان، نكون معطر، نكون امور مهمه. الرجال في المغرب تيتجاهلوا هذه المساله. ما هو اقرب طريق لقلب المراه؟ اقرب طريق لقلب المراه هي الصدق. ما هي علاقتك بالمطبخ والاشغال المنزليه؟ لا ماشي تنعاون، ربما تنقوم بكثر من 70% من الاعمال ديال البيت. لمن يقول نجيب عبد الحق شكرا؟ اول انسان نقول له شكرا هي الام ديالي. ولمن من نساء حياتك تقول اسف؟ اي انسانه، اي امراه صادفتها في حياتي، وانا كنوجه لهم نداء الى شافوني في هذا البرنامج، اي امراه صادفتها في حياتي وسببت لها شي الم ولا عانات بسببي، انا كنطلب منها المعذره وكنطلب منها انها تسامحني، لان كنت شاب، ربما كنت غلط، ربما كنت ما كنعرفش، ربما كان راسي سخون عليا، ربما ما كنتش وصلت لهذا العمق اللي وصلت ليه اليوم، وكنحس بانني غلطت في حقكم، اللي غلطت في حقها تسمح ليا. عطر نسائي لمن يهديه نجيب عبد الحق. اول حاجه من اول انسان نبغي نهدي ليه العطر هو امي، لانها امراه تحب العطر، وهي ربي عطاها واحد الجمال، وعطاها واحد الرائحه اللي فيها رائحه ديال الملائكه، رائحه الجنه. وباقه ورد لمن تهديها؟ اعطيتيني باقه ورد ناديها للمراه التي احب. كتاب لمن تهديه من نساء حياتك؟ نهديه البنت ديالي، لان الابنت بنتي مي تتقرب واحد الطريقه غريبه بحال باها. ما هي الاغنيه التي تهدي لامراه حياتك؟ بدون تردد نهدي لها اغنيه افالونش لنيك كيف، اغنيه جميله على الحب.